أحد العلماء، الله يرحمه، كان رجل وخدم حقيقة، نقل لي أحد العلماء يقول أنه شوهد قبل 3 أيام من وفاته وهو يبكي، هواي يبكي، طبعا هواي خدم حقيقة، وما أجيب اسمه، خدم التشيع، خدم الأمة، قدم خدمات، ولكن هواي كان يبكي ومتأثر. قالوا له ليش تبكي؟ قال في الواقع أنا ما بذلت ماء وجهي لله. هو هالشكل كان، جمعت الكرامة، يجمع الكرامة، يجمع الشخصية، يصير هو محترم، يصير مهيب عند الناس، أنا جمعت الكرامة وما بذلت ماء وجهي لله، أنا أبكي لهذا العمل. بينما تجد مثلا إذا الشهرية كانت تتأخر، المفروض أن هذا العالم يعطي شهرية للطلبة، خو تجي تكلم واحد أن الشهرية متأخرة، أن المشروع الفلاني يحتاج، هذا واحد يشعر بنوع من الغضاضة، بنوع من الإهانة، يشعر ما كان مستعد. الشهرية خل تتأخر، أنا شعلي، أنا ما عندي منطق، ما عندي منطق، ما أقدر، أنا شعلي. هالشكل كان، هواي عالم مهم كان، هواي خدم، لكن كانت فيه هذه الحالة، كان يبكي أنه ليش أنا ما بذلت ماء وجهي لله مقابل هذا، النقطة المقابلة. أحد العلماء كانت تأتيه الأموال الطائلة، كان يبذلها جميعا إلى أن يفتقر، ما عنده، يصير فقير. بعدين يجي واحد محتاج، يجي واحد فقير ما عنده فلوس، شنو كان يسوي؟ ما كان يقول ما عندي، كان يروح يقترض ويعطي لهذا الفقير، يعطي لهذا المشروع، يعطي لهذا اللي يريد يتزوج. يقولوا له ليش؟ شيخنا شيخ كان، ليش؟ كان يقول في الواقع انت خب ما عندك القدرة، إذا واحد ما عنده، الفقهاء يقولون القدرة من الشرائط العامة للتكليف، أخذ ما وهب، سقط ما وجب. إذا واحد ما عنده قدرة ما أقدر، قوة يعني ما أقدر، ولكن كان يقول أنا فلوس ما عندي، ولكن عندي ما يوجه. هذا الفقير ما عنده ما يوجه، إذا هو يروح يتداين ما يطول دين، إذا يروح هو يأخذ ما يطول، لكن أنا عندي ما يوجه، أبذل ما أوجه لهذا الفقير أو لهذا المشروع. لاحظوا هذا ولاحظوا ذاك، هذا الموقف وذلك الموقف، واحد يبذل من ذاته، يضغط على ذاته لأجل الخير، لأنه بعدين كل شيء ينتهي بلحظة واحدة.